يا مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج اخبارنا، واللي طبعا بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه وكمان الاخبار العالميه. وزي عادتنا كل يوم بنبدا حلقتنا بالعناوين. الزمالك في ازمه. مصر وبلجيكا مواجهه ناريه. الزمالك فريق جديد. أستاذ عبد الناصر سليمان في ضيافة أخبارنا. أما موضوع حلقتنا النهاردة طبعا كالعادة حابين نعرف رأي حضراتكم عنه، هو ما توقعاتك لنتيجة مباراة مصر وبلجيكا الودية غدا إن شاء الله؟ يا مساء الخير على كل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. طبعا اول حاجه عايزين اقولها لحضراتكم النهارده، عايز اقولها لكم النهارده، هو ان الزمالك بالفعل في ازمه، ودي حقيقه كلنا يجب ان نعترف بها. كلنا تابعنا طبعا كلام المستشار مرتضى منصور امبارح وقوله نصا: انقذوا الزمالك القادم أسوأ. طيب يا جماعه بالعقل كده، خساره فريق السلة وأي خسارة إحنا ممكن نقابلها الفترة اللي جاية هي خسارة بفعل فاعل. دلوقتي أنت الزمالك ما فيش فلوس، مش لأن الزمالك ما فيهوش فلوس، لأ، لأن الزمالك أرصدته محجوز عليها. طيب نادي الزمالك ليه فلوس كتيرة جدا بره، والفلوس دي إحنا مش عارفين إن إحنا نحصل عليها أو مش عارفين ناخدها، ولكن الأزمة دي لازم تخلص، لازم تخلص، وضروري جدا جدا إن هي تخلص. لازم يكون في دور لوزارة الشباب والرياضة، لازم يكون يا جماعة في دعم لنادي الزمالك، خاصة إن التقارير الرقابية كلها بتقول إن الزمالك بالفعل مسدد كل مديوناته. وأنت دلوقتي لو بصيت هتلاقي نفسك أنت داخل على فترة صعبة جدا جدا، ويعني ما ينفعش في الفترة اللي جاية دي إن أنت تقابل مشاكل من النوعية دي. عشان كده لازم يبقى في تدخل سريع وتدخل قوي جدا جدا ودعم لنادي الزمالك علشان يحل أزمته. أنت هتواجه، عندك مواجهه ليه مع المصري البورسعيدي في نهائي كاس مصر، وعندك مشوار طويل جدا جدا جدا، عندك بقى طبعا غير كاس مصر، يعني عندك مشوار في الدوري وعندك مشوار في دوري ابطال افريقيا. طيب لما تيجي تفكر بالعقل كده، طب ما هي الارصده محجوز عليها، ما انت عندك دلوقتي فيريرا وجهازه الفني، انت هتدفع فلوس الناس دي ازاي؟ منين اصلا الرصيده محجوزه عليها والناس دي لازم تاخد فلوسها؟ طيب بلاش، هتدفع منين برضو فلوس اللعيبه؟ ده غير مكافئات اللعيبه. نفس الكلام هتلاقيه بينطبق على الفرق الرياضيه الاخرى. احنا بس ما بنتكلمش عن ازمه في كره القدم فقط، يعني لا، احنا بنتكلم ازمه على كل الفرق داخل نادي الزمالك. ده غير ان انت بقى عندك مشكله تانية وهي الرواتب الموظفين، دول برضو الناس لازم ليها فلوس. نفس الحكايه، نفس الكلام ينطبق عليها. الزمالك محتاج تدخل سريع، تدخل قوي، تدخل فوري. رئيس نادي الزمالك مش هيطلع ويقول ان القادم أسوأ من فراغ، ده اكيد بعد ما فاض بيه. يعني الكلمات دي مش هتتقال غير من حد فاض بيه، حد بيقول الحقوا النادي، شوفوا النادي ايه اللي بيحصل فيه، اقفوا جنب النادي، نادي الزمالك يستحق ان انتوا تقفوا جنبه، لازم تدعموا نادي الزمالك في ازمته، لازم الازمه دي تتحل في اسرع وقت، لان انت فعلا في مشكله كبيره. المشكله دي لازم كلنا نقف فيها ايد بايد، لازم كلنا في الوقت الحالي نبقى ايد واحده عشان احنا نحل المشكله دي ونحلها في اسرع وقت. وكلامنا هنا برضو بصراحه لجماهير نادي الزمالك، احنا في ازمه ومشكله، فضروري جدا ان احنا الفترة الجاية كلنا نتكاتف مع بعض، كلنا نقف مع بعض علشان نعدي الوضع الصعب ده اللي كده كده لازم نعديه. واتمنى ان يعني يتحل النهاردة قبل بكرة، واتمنى ان احنا نسمع خبر حلو ان الزمالك تم يعني الافراج عن ارصدته عشان مشاكلنا كلها تتحل. ان انت زي ما قلنا احنا عندنا مشوار طويل قوي، احنا لسه اصلا يعتبر احنا لسه ما بدأناش. انت عندك فترة توقف، ولكن بعدها هتبدأ بقى يعني مباريات كتيرة جدا وماتشات كتيرة جدا، مش بس الفريق الكرة، لا، لكل الفرق داخل النادي. فطبيعي جدا الحاجات دي بتأثر عليك، بتأثر عليك كلاعب، بتأثر عليك كمدير فني،
فتمنى أتمنى إن المشكلة دي تتحل في أسرع وقت ممكن، أسرع وقت ممكن إن شاء الله المشكلة دي بإذن الله تكون خلاص انتهت واتحلت ونرجع تاني لحياتنا بشكل طبيعي، ما عندناش مشاكل ما عندناش أزمات. في حاجة تانية برضو عايزة أكلمكم عليها طبعا، وهي بكرة إن منتخبنا إن شاء الله بكرة هيواجه منتخب بلجيكا في بروفا ودية مهمة جدا. في ناس كتير كنت بشوفها بتكتب أو بتقول إيه لازمتها، يعني ماتش ودي وانت اصلا مش مشارك في كاس العالم، ما تخلينا في حالنا يعني. لا يعني خلينا هنا نختلف شويه مع بعض، لان المباريات الوديه دي على فكره بتبقى مهمه جدا. ليه؟ لان انت كنت الاول ممكن تقول كده لانك ما بتلعبش برضو منتخبات قويه، لكن انت دلوقتي هتلاعب لا فريق من صفوه منتخبات اوروبا التاني عالميا. ثانيا لعبتك محتاجه الماتشات القويه دي على فكره علشان تطور من نفسها، علشان تشوف هي واصله لفين بالظبط وتبدا بعد كده تكمل عليه. ثالث حاجه مستر روي فيتوريا ضروري جدا ان هو يحتك مع مدارس اقوى، يعني لازم اواجه مدرسه زي منتخب بلجيكا علشان خاطر انا اقدر اقف على لعيبتي وعلى امكانيات لعيبتي واعرف زي ما بقول لكم واصلين لفين واقدر انا اشتغل على ايه. هو منتخب قوي جدا، منتخب شرس، منتخب يتعمل له حساب طبعا منتخب بلجيكا، ولكن دي من الوديات بجد المهمه جدا واللي هتفرق معانا جدا. انت دلوقتي المنتخب الوطني بيشتغل على مشروع، احنا ما بنشتغلش على بطولات فقط، لا احنا بنشتغل على مشروع، المشروع ده مدته 4 سنين، فانت محتاج انت مش تقعد طول الفتره دي ما تلعبش ماتشات مهمه، لا لازم تلعب ماتشات مهمه ولازم تواجه منتخبات مهمه ومنتخبات قويه وعندها لعيبه بتلعب في الدوري الانجليزي ولعيبه قويه جدا ولعيبه بتعمل لها حساب عشان تعرف انت فين بالظبط من الحكايه دي كلها. انت بتلاعب منتخب في التصنيف الدولي، ولكن انت كمنتخب المنتخب الوطني انت الحمد لله انت كامل العدد. ودي كانت مشاكل مثلا بتواجهنا قبل كده ان في اصابات كتير وان مش عارفه في ايه، لا انت الحمد لله داخل في مواجهه بلجيكا عندك قوام محترم، عندك طبعا محمد صلاح النجم الكبير وهداف ليفربول الانجليزي، عندك تريزيجيه، عندك مصطفى محمد، عندك احمد حجازي، عندك كمان طارق حامد وكوكا، وكمان الحمد لله انني رجع عندك احسن لعيبه في الدوري المصري، يعني زي ما كمان لعبتنا المحترفين على فكره اقوياء بتعمل لهم حساب، كمان انت عندك لعيبه في الدوري لا لعيبه تقيله برضه، انت عندك زيزو، عندك امام عاشور، عندك عواد، عندك عمر جابر، عندك حمدي فتحي، وعندك محمد حمدي وعلي جبر ومروان حمدي كمان. طيب فانت داخل قوامك الحمد لله متكامل، قوامك الحمد لله لحد دلوقتي ما عندناش اي اصابات او اي حاجه من انواع يعني اللي ممكن تعرقل مسيرتك او تعرقل ان انت تكسب في هذه المواجهه، ولكن لا شك ان هي مواجهه صعبه جدا جدا بين منتخبين كبار، ولكن ان شاء الله نقدر نقول هنا مش اختبار برضو المستر روي فيتوريا، ولكن هنا تقدر تحكم برضو على طريقة لعبه، هو وصل لفين مع اللعيبة، تقدر من المباراة دي يعني تاخد ملخصات. مطلوب من لعبتنا ان شاء الله بكرة ان هم يكونوا مركزين جدا جدا 100%، زي ما بقول لكم منتخب بلجيكا ده منتخب كبير جدا، منتخب عنده احسن لعيبة في العالم. ايه اهم حاجة لازم نركز عليها واللي عندنا دايما مشكلة فيها؟ حاجة واحدة بس، اللمسة الاخيرة، تستغل الفرص صح، تقلل الاخطاء، لازم ضروري جدا نقلل الاخطاء، ولكن خلينا نقول برضو ان المباراه دي معموله علشان خاطر انت تشوف فين اخطائك وتقللها في المباريات اللي جايه. مليون التوفيق وكل التوفيق طبعا بكره لمنتخبنا الوطني امام بلجيكا. قد ما انا بتمنى ان احنا نكسب، ولكن اتمنى الاستفاده اكتر من هذه المباراه المهمه والممتعه ايضا في نفس الوقت. طيب عايز اروح معاكم دلوقتي تقرير عن مواجهه منتخبنا امام بلجيكا، بعدها نرجع ونبدأ مع بعض أخبارنا. مصر وبلجيكا مواجهة من العيار الثقيل، احتكاك شرس وقوي ينتظر الفراعنة في مواجهة شياطين أوروبا. غدا يلتقي منتخب مصر مع نظيره بلجيكا أحد أقوى منتخبات أوروبا في احتكاك قوي وشرس، ويدخل منتخب مصر مواجهة الغد بصفوف مكتملة إلى حد كبير ولديه تشكيلة قوية في الكثير من المراكز،
ففي حراسة المرمى يوجد محمد الشناوي وكذلك محمد عواد، وفي الدفاع يراهن روي فيتوريا المدير الفني على محمود علاء وعلي جبر وأحمد حجازي وعمر جابر ومحمد حمدي، وفي الوسط تلمع قوة ضاربة أخرى مثل طارق حامد ومحمد النني وحمدي فتحي ثلاثي الارتكاز، وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمود حمادة. وفي الهجوم توجد مجموعة من ألمع اللاعبين مثل محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب، ومصطفى محمد هداف نانت الفرنسي. في المقابل يملك منتخب بلجيكا كبرى نجوم أوروبا يتصدرهم كيفن دي بروين لاعب وسط المان سيتي الإنجليزي، وهازارد صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب، وغيرهم من كبار النجوم في تشكيلة شياطين أوروبا الأبرز. وتمثل مباراة مصر وبلجيكا خطوة كبيرة بالنسبة إلى روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة في رحلة الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية وبناء منتخب قوي قادر على التأهل مستقبلاً لكأس العالم 2026، وهي ثالث المباريات الودية الرسمية لفيتوريا صاحب الانتصارين في أول مبارتين له، والذي يسعى لمواصلة انطلاقته القوية مع الفراعنة. وكالعادة هنبدأ أخبارنا مع نادينا الزمالك. فريقنا واصل تدريباته النهاردة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وده طبعا استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي واللي هتقام يوم 26 نوفمبر الجاري في دور الثمانية لبطولة كاس مصر. مستر فيريرا قاد التدريبات وكان حريص جدا في بداية المران على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين لشرح مجموعة من الأفكار الفنية وكمان الخططية المراد تنفيذها في التدريبات، وكمان كان في تركيز كبير على رفع المعدل البدني من خلال مجموعة من التدريبات البدنية القوية. تعالوا نروح لعبد الله جمعه لاعب فريقنا واللي نال مجموعه من التعليمات خلال التدريبات من البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق. الجلسه دي شهدت حديث مطول من المدير الفني مع اللاعب لشرح مجموعه من الافكار الخططيه المراد تنفيذها خلال الفتره اللي جايه بجانب مجموعه من المهام اللي هينفذها عبد الله جمعه. عبد الله جمعه من اللاعبين بصراحه اللي انا بجد بحبهم جدا، ومن الموسم اللي فات من اول مباراه بالظبط البنك الاهلي وانا ابتديت اركز معاه جدا، كان متألق جدا جدا من اول المباراه دي. شفت مستوى تاني خالص من عبد الله جمعه، شفت حد بيشتغل على نفسه، بيشتغل على نفسه كمان بدنيا على فكره. شفت عبد الله جمعه، عارفين احنا اللي بنتمناه اللي هي نسخه جروس، انا شفت فيه ده من اول بصراحه المباراه، كانت مباراه البنك الاهلي. بعد كده بقيت ان ملاقي كل ما مستر فيريرا بصراحه بينده عبد الله ينزل بديل ما بيتكلمش نهائي، بينزل يلعب بيثبت نفسه، مستحيل الكره تقدر تقطعها من عبد الله جمعه، بلاقي فيه مهارات وامكانيات عاليه جدا. انا بحب نوعيه اللعيبه اللي بتشتغل على نفسها، عادي جدا ان انا كلاعب مثلا يبقى عندي امر شويه مشاكل، ابقى مذبذب. على فكره مفيش حد في الدنيا دي اصلا بيفضل دايما مستواه ثابت طول الوقت، نجوم كبار ونجوم عالميين على فكره مستواهم مره تلاقيه عالي جدا ومره تلاقيه بيقل، ده عادي جدا وده وارد جدا. ايه بقى اللي المفروض يحصل؟ ان انا كلاعب انا اقوم نفسي، انا اشتغل على نفسي، انا ابقى عارف امكانياتي وابقى واثق في نفسي جدا واشتغل على نفسي على فكره نفسيا قبل كمان ما اشتغل على نفسي كمان مهاريا. وده بصراحه انا شفت ان عبد الله جمعه على فكره عمله، اشتغل على نفسه نفسيا كويس جدا، لعيب كبير جدا، وفرحت جدا جدا لانضمامه مع المنتخب الوطني. صحيح ما كملش، ولكن انا شايفه ان ده حاجه برضو من الحاجات اللي هتفرق معاه نفسيا جدا، اعتراف من روي فيتوريا مدرب المنتخب الاول ان عبد الله جمعه يستحق ان يكون في قائمه المنتخب الوطني. انا شايفه ان هي حاجه مهمه جدا جدا وتفيد عبد الله جمعه نفسيا. تعالوا بعد نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونستكمل اخبارنا.
ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين أخبارنا من عند البرتغالي فيريرا مدرب فريقنا، واللي ركز خلال مران النهاردة على الكرات الثابتة وخصص فقرة خاصة للتدريب على كيفية التعامل السليم وكمان التعامل الصحيح مع الركنيات والكرات الثابتة، وده لضرورة الاستفادة بيهم خلال المباريات القادمة. خلونا نستقبل التليفون من كابتن محمد صلاح نجم ولاعب الزمالك السابق، واللي طبعا بتفائل بيه بكره في مباراه لمصر وبلجيكا، فطبعا ما ينفعش ما اكلمش كابتن محمد صلاح عشان ايه نتبارك ببكره كده وان شاء الله نكسب. مساء الخير يا كابتن. بخير يا حضرتك، عامل ايه؟ انا كويسه يا كابتن، طول ما حضرتك كويس. الله يخليك يا رب. الله يخليك. طمني بقى، يعني شايف المواجهه بكره ازاي؟ قلقان ولا مش قلقان؟ وشايف ان هي مواجهه مهمه ولا مش في وقتها؟ اهم حاجه ان احنا انتقلنا معها من الضعيف للقوي جدا. في مرحله انا عن شخصي او يمكن كل الرياضيين مبسوطين ان احنا انتقلنا من الماتشات اللي هي انا بسميها الماتشات الفقيره مع منتخبات افريقيه الى خط تاني او لاين تاني. صح. هياخدنا ان شاء الله للاحسن، عشان ده هو ده مستوى مصر. يعني انت تلعب مثلا بلجيكا، تلعب البرازيل، والكلام ده وايطاليا من ايام حسن شحاته ما حصلش. ليه انا بقول كده؟ ليه؟ حضرتك لما بتروحي تشتغلي بره وانت ما بتعرفش تتكلم انجليزي، لما بتعاشريهم تتكلم انجليزي. بتتكلم انجليزي. هو لما بيجي بيتعلم العربي، مع انه صعب جدا. لان انا قصدي اقول بالكلام ده ان احنا هنتعلم حاجات كتير قوي، هنرتقب الكوره، هنعرف مفاتيح وقوانين وتطوير في الكوره مش هنستفيدها الا لما نعمل كده. ممكن تكون مكلفه، ممكن تكون النتائج صعبه، زي امبارح مثلا الامارات والارجنتين 5-0 الارجنتين، ولكن الناس طالعه مبسوطه ان هي احنا مستويات. لما نقرب المستوى الاول دي حاجه تشرف المصريين. دي حقيقه. انا معاك ان ممكن يكون صعب، ممكن يكون صعب، يعني الناس داخله على كاس عالم وناس بس ان او بالظبط ناس بس الناس برضه هم عندهم قوام يعني تقيل جدا، يعني بلجيكا من المنتخبات القويه جدا وكان مصنف ان هو الثاني عالميا. يعني في اي حاجه يا مها، في اي وضع منتخب مصر مستفيد. حتى النهارده الراجل بيقول لك انا المباراه صعبه. صعبه من ناحيه الكرويه، من ناحيه المستوى، لكن مفيش في الملعب مفيش حاجه اسمها صعبه الا لما تصعبها انت على نفسك. بالظبط. ولكن بصرف النظر عن النتيجه، بصرف النظر عن الاداء، احنا اتنقلنا لمجال ثاني او لمرحله ثانيه انا كنت مستنيها بقالي 2008 مثلا 2009 ما حصلتش. فاتمنى ان احنا نكمل، مش مهم الماتش ايه او هيطلع ايه ولا كام ولا لا، احنا نكمل بالمستوى ده، خلينا على المستوى الاول. بالظبط. لما حضرتك لاعب المصنف الاول او الثاني او الثالث دي حاجه عظيمه جدا جدا، واختبار حقيقي ليك، واختبار يعتبر حقيقي ليك انت لما تلعب منتخبات مثلا مستواها اقل منك، يبقى انت استفدت ايه اصلا؟ صح. فهو اتحاد الكره كان عمل الكلام ده او نظم المباراه دي فيشكر. انا اتمنى ان احنا نكررها كتير عشان نستفيد، عشان لاعبتنا تطلع لمستوى تاني خالص، وبعد كده ممكن نفتح الاحتراف بقى على مصراعينا، عشان بعد كده المنتخب يبقى كويس وعنده لعيبه محترفه. بقى عندنا 4-5، لا عندنا 14-20، وده اللي بيحصل في كل منتخبات العالم الا المنتخبات العربيه او مصر بالاخص. فاتمنى لهم ان يعملوا مباراه كويسه بغض النظر عن النتيجه. انت بتلعب في دوله عربيه شقيق، هتلاقي ناس كتير جدا بتشجعك. الحمد لله ان كل اللي هيلعب هيلاعب لوكاكو، هيلاعب دي بروين، وهيلاعب هازار، كل الناس اللي احنا بنشوفها في التلفزيون دي بقت قريبه منك قوي. حاول تتعلم، لان لغايه دلوقتي كلنا بنتعلم عشان نستفيد حاجه اللي بعصر بعد كده ان شاء الله. احنا لعبناهم قبل كده في 2018 طبعا يا كابتن، لو تفتكر. وقتها خسرنا 3-0 وكنا بنحضر طبعا لكاس العالم اللي كان في روسيا، يعني فواجهناهم قبل كده. وبعدين اكيد استفدنا، فعشان كده رحنا. يعني الخطوه بعد كده ما بتعمل لي 3-4 خطوات، لكن الافارقه او مستوى ال 113 150 ده بتلعبي خطوه بترجعي 3 خطوات. فانا اتمنى ان احنا نتقدم 3-4 خطوات.
وتبقى بروفا برضو يا كابتن. يعني انا بالنسبه لي مثلا تبقى بروفا، ما انت كده كده انت حلم كاس العالم او الصعود لكاس العالم ما كانش بعيد عننا، فانت كده كده كنت لازم تبقى مؤهل على الاقل ان انت هتواجه منتخبات قويه جدا في كاس العالم لو كنا موجودين. يعني ان شاء الله في المرحله الجايه، عشان كده بقول لحضرتك احنا لازم نخطط من دلوقتي، مش الراجل يخسر مشروع ماتشين ثلاثه يروح ماشيينه، فيبقى عندك تطوير في مشروع لمده 3 4 سنين قصير المدى بقى طويل المدى زي ما بيقولوا. المهم ان انت تكمل لغايه الاخر، لان وضع مصر الطبيعي افريقيا نمره واحد، كاس العالم ده نمره اثنين، لان ده سنتين وده او 4 سنين، فلازم مصر تكون متواجده في الاثنين، ده التاريخ بيقول كده. لكن التاريخ من غير اجتهاد ما مش هتوصلي. فانا بقول لحضرتك انا عن شخصي، وانا اسمع واشوف ناس كتير واخدت ارائهم، ان المباراه دي يقول لك يا ريت تتكرر كتير مع منتخبات ثانيه. بالظبط. لكن انا بقول لحضرتك صرف النظر ايه بكره اللي هيحصل، لكن انا بقول لك احنا هنستفيد قوي قوي. على فكره ممكن نتعادل، ايه المشكله؟ وممكن نكسب، ايه المشكله؟ لكن انا بقول لك خطوه جيده جدا للي عمل او ارتفع المباراه دي، فانا اتمنى لهم التوفيق في ان يكملوا عشان يرتقوا باللعيبه بتاعت منتخب مصر. بالظبط. ولو كسبنا هتلاقي بقى منتخبات كبيره برضو تانيه تتمنى ان هي تواجهنا. هتطلبك طبعا. بالظبط، هتطلب ان هي تواجه منتخب طبعاً. مصر ان شاء الله باذن الله تعالى، واحنا متفائلين باذن الله. رايك يا كابتن في فكره ان احنا طبعا متعاقدين مع كابتن روي او مستر روي فيتوريا لمده 4 سنوات، رايك في فكره ان هو بيعمل مشروع، بنعمل مشروع لمده 4 سنوات او ال4 سنوات الجايين؟ انا قلت لحضرتك يا ريت نساعده، ويا ريت ما حدش يقطع ال4 سنين دي. هتعنيني بالقطعه هقع في السكه. هنا مفيش حد بيكسب على طول. لكن لو المشروع ده نتيجته في الاخر اوصل كاس عالم واعمل تيم كويس، يلا ايدي على ايدك ونساعد بعض. لكن كل واحد يطلع مفتي الديار يقول لك لا يمشي، ده مش عارف ايه، ده عمل ايه، لا سيبوه يشتغل، نديله فرصته. سيبوه، انت عملت 4 سنين ليه؟ عايز اعمل مشروع زي ما بيتقال ان احنا عايزين نعمل مشروع، عايزين نعمل يعني نرجع مصر بقى افريقيا هي زعيم القاره والمنتخب المرعب، يعني ده المطلوب طبعا. نتمنى. فمعنى انت بتعملي معاه قعد 4 سنين، يعني انت محتاجه مني حاجات ومكتوبه في العقد، لكن نهايتها المشروع يكمل بعد 4 سنين. سيبيني احنا كلنا خلاص دخلنا في التخلف ده، يخسر ماتشين يمشي، وده يخسر ماتش يمشي، وده مش عارف يجي مين، وده واحد عدل في المدرج، اللي هو الشغل المصري او العربي. لكن بالنسبه للانتخابات ومنتخب مصر بالاخص، لا سيبوا الراجل يشتغل وكلنا نساعده، واللي عنده اي فكره يقولها له عادي لغايه ما يوصل اللي احنا طالبينه منه، وان شاء الله هيوصل وهنبقى كويسين قوي في كاس العالم ان شاء الله الجاي. امتى ممكن احكم على روي فيتوريا؟ من مباراه بكره ولا لا استنى عليه شويه مثلا بعد بطوله كبيره؟ استنى عليه كتير، مش شويه. كتير، مش حتى من بعد بطوله، لا استنى عليه فتره طويله. انت ممكن تلزميني ان اخد بطوله افريقيا الجايه. لكن هيبان بالماتشات الوديه، انت ابتديت تكون فرقه ولا لا؟ نزلتي بالسن ولا لا؟ عندك محترفين قد ايه؟ المحليين ساعدينك قد ايه؟ كل دي الخطه او الخريطه دي انت راسمها. لكن ما تجيش تقولي لي انا مش هقدر اخد بطوله افريقيا. لا. انا ما اسمحش لانك انت بتلعب في منتخب مصر او بتدرب منتخب مصر، ومنتخب مصر مصنف ان ياخد البطوله. وما فيش حد لعلمك في المنتخبات الافريقيه دي بيبقى عنده روح ولا خوف على فرقته او على بلده غير المنتخب المصري. ولكن كتر المدربين، وده يمشي وده يجي، واللعيبه مش مستقره، واللعيبه مش عارفه تاخد الطريقه، وبعدين ده يغير الطريقه، وبعدين واحد يجي الثاني يغير لعيبه، فكل ده بيعطلك كتير. فانت لو اديت الراجل الدفعه ان انت تساعديه لغايه ما ياخد البطولات دي، وقول له اه انا اول هحاسبك مثلا في بطوله افريقيا الثانيه، هحاسبك في مش عارف في كاس العالم. لان انا بقول لك تيجي جاي جديد، احنا ما عندناش لعيبه كوره، خلي بالك. عندنا ناس بتجري وجامده وبتاع وكده، الا ما راح يا ربي. ولكن طالما في تخطيط، في خريطه بتتعمل ل4 سنين، اعتقد انه ممكن عنده الوقت يطلع مواهب من تحت، عنده قطاع ناشئين او منتخب الاولمبي، يدعم من هنا ومن هنا، يركز على المحترفين والناس المحليين، يعمل فرقتين كويسين، اعتقد الامور هتبقى احسن من كده بكتير. يعني افهم من كده يا كابتن حضرتك متفائل سواء كان مع منتخب الاولمبي او كمان المنتخب الاول، انت شايف ان احنا ماشيين في سكه صح؟ اتمنى. وكان لما جم المدربين لو تفتكري كانوا عايزين يوحدوا
طريقه التدريب او الخطط. قد يجوز مدرب يختلف عن الثاني، لكن في الاخر كلنا لازم نحط مصلحه مصر في الاول. لازم الناس تقول لهم كده، مش كل واحد جاي يشتغل من دماغه، احنا جايبينك عشان تشتغل، عشان تعمل كذا ونوصل لكذا. وده التارجت اللي انت بتقوليه للمدربين، انت لازم تاخد دوري مثلا او تلعب في بطوله افريقيه، ده الحل يعني. احنا بالظبط، لكن منتخب مصر ما عندوش انه ياخد بطوله، لان هو مصنف ياخد بطوله ونعوض بقى فعلا كل اللي فات. يعني بصراحه برضو الواحد لما بيشوف كاس العالم بيحس ان هو قد ايه كان قريب قوي، بس طبعا. بس انا والله الواحد زعلان لحد دلوقتي، مش عشان انا مصري، احنا منتخبنا يفوق معظم المنتخبات الافريقيه حتى السنغال. فعيب لما يكون مصر تخش مثلا كل 10 سنين 12 سنه مره، لا خلي بالك في دوله عربيه سبقتنا ودخلت اكتر في كاس العالم. دي حقيقه. فنتمنى المرحله الجايه تكون بتاعه منتخب مصر، وكلنا نتكاتف عشان منتخب مصر. ده في تونس والمغرب والسعوديه. السعوديه وقطر كده، كان العراق باين. دول كتير. دي حقيقه. صحيح لسه ما جاش المنتخب العربي في كاس العالم اللي يقدر يعدي دور اثناء الجزائر، والقصه اللي حضرتك عارفاها دي، الاتفاق بين شاف المانيا والنمسا. ولكن المشاركه او العلم اللي بيترفع حاجه كبيره جدا. طبعا. ده بيبقى من اعظم ايام حياتنا لما علم مصر طبعا يترفع في المباريات الكبيره مثلا، او في البطولات الكبيره. ده من اعظم اللحظات طبعا. عايزه اسال حضرتك يا كابتن عن التشكيل اللي حضرتك شايفه مثالي ان هو ان مستر روي فيتوريا طبعا يلعب بيه بكره امام بلجيكا. احنا يعني انا سامحني ما اقدرش اقول تشكيل معين، ان ايه حاله اللعيبه اللي موجوده في التمرين. الراجل عايز يجرب ولا عايز يكسب؟ عايز يدافع ولا عايز يهاجم في المنتخبات خاصه الكبيره دي؟ ولكن هو القوام ما بيطلعش عن يعني اولا على المحترفين نمره واحد، وبيبقى عندك التشكيله اللي هي المساعده، اذا كان بكراية عمر ولا عاشور ولا بس في ناس محافظه، حجازي وطارق وصلاح ومثلا تريزيجي ومصطفى محمد كل دول محافظين على المراكز. التانيين بياخدوا من الدوري المحلي. لكن هو بيحاول يعمل توليفه كويسه تقدر تاخد على بعض بسهوله. وقبل كده هم لعبوا كتير مع بعض، هتلاقي مثلا واحد بس او اثنين جداد. لكن اللاعب المصري انا بقول لك هو اذكى لاعب في القاره. فبيقدر يتعامل مع المواقف بسرعه. طيب مين من وجهه نظرك يعوض غياب الونش عن المنتخب الوطني؟ لا في كتير يعني، في يعني اسامه جلال ولا علي جبر؟ يعني جبر يعني كخبره علي، لكن صغير اسامه. وبعدين الزمالك وبتاع الحاجات اللي حتى الناس اللي اختارها مش هتبقى عارفه، والناس بقت مفاجاه. هو اختار من الملعب يعني، حتى الزمالك اختار لما كان مثلا في الجيش. لكن هو الراجل تحس انه متابع. لا هو كان متابع جدا، ده كان بيحضر كل المباريات. أيوة. مش بس على فكره الدوري المصري، كمان منتخب الناشئين، منتخب الاولمبي. ما فيش مباراه يعني انا كنت بشوفه، ما فيش مباراه بصراحه هو ما كانش بيتابعها بنفسه، ما كانش بيراجعها بنفسه، وكان بيشيد باللعيبه، وكان بيسافر على فكره لو حضرتك تفتكر، كان بيسافر المحافظات مثلا، يسافر اسكندريه يتفرج على الماتشات او على المباريات. لو هو في مباراه شغاله بيتابعها على الموبايل، عشان هو يعني بص عشان ما يبقاش ده يعني هو بكذب علينا، لا ده شغلته بالظبط. اقصد ان هو متابع. هو بيشتغل صح، حتى المساعدين بيقولوا له مثلا، لكن هو متابع. والاختيارات اكبر بين هو متابع. كنت لسه هقول لحضرتك ان هي مش اختيارات حد قايل له عليها، لا انا متابع ومذاكر وعارف بالظبط. صح كده. فانا اتمنى التوفيق، ونتمنى ان يبقى في دمج بينه وبين المنتخب الاولمبي، ان هتلاقي ناس كتير قوي في المنتخب الاولمبي في الفريق الاول. معظم الانديه دي حقيقه، مش هيبقى في جاب واسع بين الاثنين، عشان كان في توحيد في الخطط او في تطوير اللعيبه، يبقى ايه الاثنين متفقين. عايزين نتكلم بقى ان كمان محمد صلاح سافر النهارده علشان يحضر جوائز كلوب سوكر في دبي. شايف حظوظه ازاي في الجائزه؟ والله بص انا كنت اتمنى يجي يلعب الاول.
ان صلاح مردوده ابتدى يتحسن عند الناس من المباراه اللي فاتت. بس اعتقد هو متعود يعني على الارهاق البدني ده. صلاح برضو لاعب كبير يعني، اعتقد ممكن ما تاثرش عليه قوي. ايوه بس خلي بالك ده عضله بشر. يعني السفر رايح جاي واللعب والحاجات دي، وهو اصلا ما بيرتاحش يا عيني، ان هو اساسي على طول. دي حقيقه. لكن انا الحظوظ، بص انا اقول لك، انا مش عايز اعمل فتنه. الحظوظ بالنسبه للعرب تبقى ضعيفة، ده تصويت من بعض مثلا الصحفيين او غالبه اجنبي. لكن هو يستحق، يستحق كل حاجة بصراحة. بس صلاح محبوب برضه قوي يعني، صلاح العالم كله بصراحة بالظبط، وكل العالم بيشيد بيه ومحبوب. انا اتمنى له يفوز ان شاء الله بيه، لكن كنت اتمنى ان هو راحة، لان منتخب لما يلعب ضد بلجيكا الكابتن اي حد اسمه محمد صلاح بتلاقيه محظوظ كده شوية. الله يخليك. فنتمنى له التوفيق باذن الله، ويحصل على كل البطولات، لان هو على كل الالقاب، لان هو يستحق. ده واحد في مجموعه ناريه، كلهم نجوم، كلهم اصحاب القاب، عشان هو يخش يشارك او ياخد منهم لا يلعب فن. دي حقيقه. عشان كده احنا يعني تحس ان كلمه او لقب فخر العرب يعني قليله بصراحه على المجهود اللي صلاح بيعمله بامانه يعني. والله يستحقها. وبقول للناس اللي ساعات يجي ضده وتقول لك ده ما بيلعبش في المنتخب، ده بيلعب في ليفربول، يا جماعه عيب. ده هو من مصلحته على فكره ان هو يلعب مع المنتخب كويس جدا، ويلعب بكامل قوته، زياده الارقام، يعني على فكره المفروض الناس تبقى فاهمه حاجه زي كده. مش متصيده اخطاء ليه، في ناس اعداله. تعيب ده اتنين في الاخر وفي الاول مصري، وشرفنا في كل حته، فاتمنى ان احنا ندعمه ونكمله لغايه الاخر، مش عيب يعني. حتى ما بياخدش مننا حاجه. بالظبط، دي حقيقه، ما بياخدش مننا حاجه، واحنا اللي دايما بامانه معتمدين عليه في كل المباريات، احنا اصلا بنقلق لو في مباراه صلاح مش موجود فيها. ربنا يا رب يوفقه، وفعلا فخر عرب لينا كمان. دي حقيقه. عايز اتكلم معاك بقى عن كاس العالم. يعني مين فرقة كده أو مين منتخب تبقى متابعه كده من البداية وتتمنى إن هو يوصل للنهاية وواثق فيه؟ البرازيل. البرازيل. ناس كتير فعلا. غير السنين اللي فاتت. وخاصة من الناحية الدفاعية. تمام. ويمكن معظمهم دلوقتي بيلعب في أوروبا، وإحنا بنتابعهم، فالناحية الدفاعية عندهم بقت زي الهجومية. طبعا الهجومية عندهم شوية عفاريت بيلعبوا كورة. لكن الناحيه الدفاعيه دي ونص الملعب اتقفل بشكل جيد جدا، عشان كده بقى منتخب قوي. عالجوا اخطائهم يعني. تمام. يمكن اخر ماتش شفت لهم تونس 5-2. ده اخر ماتش ودي شفت لهم يعني. كسب تونس وقتها كانت 5-1. 5-1. الصرف نصر على النتيجه بتاعت تونس، لان طرد واحد وكده، لكن هم منتخب يقدر يوصل للنهائي بسهوله. طيب اخيرا يا كابتن، ميسي ولا نيمار يبقوا نجوم البطولة كلها؟ نيمار. نيمار. تمام. توقعاتك أخيرة لمباراة بكرة؟ إن شاء الله. يعني أنا ما أقدرش أقول، لأن الفرق، أنت كلامك كله بيطلع صح يا كابتن، قول توقعاتك. أنا بقول لحضرتك الفرق واسع، لكن منتخب مصر قادر، لو خسر مش هيخسر أكتر من واحد. لكن تمام. ممكن يعمل مفاجأة. يا رب إن شاء الله. ان شاء الله. نتمنى يعني. تمام. انا بشكرك جدا كابتن محمد صلاح، نجم ولاعب الزمالك السابق، بشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معنا. تعالوا مع بعض نرجع ونستكمل اخبارنا، ونروح لنبيل عماد دونجا لاعب فريقنا، واللي واصل برنامجه التاهيلي خلال التدريبات الاخيره للفريق، استعدادا للعوده مره ثانيه للمشاركة في التدريبات الجماعية، وده طبعا بعد غياب طويل جدا عن المستطيل الأخضر بسبب الإصابة والخضوع لجراحة الغضروف. وطبعا بنقول له الحمد لله على سلامتك يا دونجا. فريقنا مواليد 2004 فاز على لافيانا بهدفين دون مقابل في المباراة اللي جمعت الفريقين النهاردة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدوري منطقة الجيزة. أحرز هدفي الزمالك عبد الغفار أنور وعبد الرحمن هشام، وظهر لاعبو الزمالك 2004 بشكل مميز في أول مباراة رسمية لهذا الموسم، حيث سيطروا بشكل كامل
على مجريات المباراة ونجحوا في تسجيل هدفين وضاعت العديد من الفرص المختلفة. ويقود فريق زمالك 2004 محمد كمونة مدربا، وحسام عبد المنعم وعمر منيع مدربين مساعدين، ومصطفى غراب مدرب حراس مرمى، وطه عبد الكريم أخصائي تأهيل وإصابات، وسعيد طيار إداريا، وكمان محمد إسماعيل مهمات. تعالوا يعني ده اللي حصل النهاردة مع فريق 2004. طبعا بتمنى لهم كل التوفيق يا رب في الفترات اللي جايه، كلنا ثقه طبعا في فريق نادي الزمالك. طيب تعالوا مع بعض نروح تقرير عن فريقنا وبعدها نرجع ونستكمل اخبارنا. مع عوده الزمالك لاجواء المباريات الرسميه خلال ايام، تترقب الجماهير البيضاء في كل مكان ظهور العديد من اللاعبين، سواء البدلاء سابقا أو العائدين من الإصابة أو الصفقات الجديدة. بحثا عن تقديم الإضافة والمساهمة في حصد الانتصارات، فالزمالك في الفترة المقبلة يستعد لظهور فريق بالكامل تنتظره الجماهير، إلى جانب القوة الضاربة بعد الحصول على فترة إعداد جديدة. يتصدر هؤلاء محمد صبحي حارس المرمى الصاعد وأحد أبرز حراس المرمى في مصر السنوات الماضية، بالإضافة إلى مصطفى الزناري قلب الدفاع أو الونش الجديد كما يطلقون عليه، وهو إضافة قوية في الدفاع الأبيض. كما تنتظر جماهير الزمالك ظهورا مختلفا لعبد الله جمعة الظهير الأيسر بعد اكتمال تعافيه واستعادته لياقة المباريات. وفي الوسط تترقب الجماهير عودة قريبة لثنائي مصاب يمثلان قوة ضاربة كبيرة، وهما النجمين نبيل دونجا لاعب الارتكاز والسنغالي إبراهيم أنداي الجناح الأيسر، بالإضافة إلى ثنائي آخر رهيب ضمه الزمالك قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، وهما مصطفى شلبي الجناح الأيسر الموهوب وعمرو السيسي رئة الوسط وأحد أهم صفقات الميركاتو. وفي الهجوم يعود سامسون أكينولا من جديد لأداء دور رأس الحرب الصريح في غياب سيف الدين الجزيري بعد بداية نارية له كبديل في مباراة سموحة بالجولة الأولى، وسجل خلالها هدفا جميلا. ومع هؤلاء تنتظر الجماهير يوسف نبيه وسيف جعفر ومحمد طارق وآخرين من شباب الزمالك الموهوب، بحثا عن حلم جميل هو حصد الألقاب الكبرى في 2023. دلوقتي جه ميعاد اخبارنا المتنوعه، وبدايه اخبارنا المتنوعه من عند مجلس اداره الاتحاد المصري برئاسه الاستاذ جمال علام. قام بتلبيه دعوه نظيره الكويتي بزياره مقر الاتحاد الكويتي، وده طبعا على هامش المباراه الوديه بين منتخب مصر وبلجيكا. رئيس الاتحاد الكويتي عبد الله الشاهين استقبل وفد اتحاد الكره المصري بحفاوه بالغه تعبر عن حجم العلاقات التاريخيه الوطيده بين الاتحادين الشقيقين. تعال نروح لمحمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك الاسبق، بدا خطوته التدريبيه الاولى بعد الاعتزال بقضاء فتره معايشه مع مدرب حراس نادي بيراميدز لمده 10 ايام بعد التنسيق مع اداره الفريق. كابتن عبد المنصف يمتلك مسيره دوليه مميزه طبعا مع المنتخب الوطني، وشارك في بطوله كاس الامم الافريقيه 2006 و2008، وتوج مع الزمالك بالعديد من البطولات، وحصد لقب الدوري 3 مرات وكاس مصر و3 كمان كاس السوبر مرتين ودوري ابطال افريقيا مره، ده كان 2002، وكمان السوبر الافريقي مره وده كان 2003، وكاس الكؤوس الافريقيه في سنه 2000، وكاس العالم العربي للانديه 2003، وكاس السوبر المصري السعودي 2003. طبعا كل التوفيق لكابتن محمد عبد المنصف، من اللاعبين بصراحه زمان الواحد كان لحد دلوقتي طبعا بنتمنى لهم كل الاحترام والتقدير، وكنت بحبه جدا ايام فترته مع نادي الزمالك، طبعا بنتمنى له كل التوفيق يا رب.
هنروح تاني للاتحاد المصري لكرة القدم، وأعلن أن محمد صلاح غادر معسكر الفراعنة في الكويت متجها لدبي لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر بعدما تواجد في القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل لاعب. من المقرر أن يعود صلاح للكويت فور انتهاء الحفل مساء اليوم للمشاركة في المباراة الودية أمام بلجيكا غدا الجمعة إن شاء الله. تعالوا نروح لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، واللي أكد أن الفراعنة استعدوا للمباراة بكل قوة واعتبرها رسمية بالرغم من أن هي مباراة ودية. فيتوريا صرح في المؤتمر الصحفي: نواجه خصما كبيرا جدا يستعد لكأس العالم، ونعلم أن المباراة صعبة لكننا مستعدون، وتابع أنظر لكفاءة اللاعب وعطائه في الملعب وليس لسنه، ومنتخب مصر يجمع بين الخبرة والشباب. وأتم: أعتبر المباراة الودية مثل المباراة الرسمية، لابد من تحقيق نتيجة إيجابية، وعندنا لاعبين كبار ومحترفون مميزون، ونواجه منتخبا مميزا أيضا. هنروح بقى ليه النني. أكد محمد النني لاعب منتخب مصر أن مباراة المنتخب الودية أمام بلجيكا المقرر ليها غدا الجمعة في الكويت مباراة صعبة، وقال النني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: مباراة بلجيكا صعبة ونعلم أنها مباراة كبيرة، ولكن منتخب مصر كبير ونستعد بها للمستقبل. وأضاف لاعب أرسنال: فيتوريا صاحب الحق في استدعاء اللاعبين، وكلنا زعلانين علشان طبعا ما وصلناش ليه كأس العالم، ونعمل على تحقيق الأفضل في الفترات المقبلة. طيب احنا كده نكون خلصنا أخبار نادينا، وكمان خلصنا الأخبار المتنوعة، وكمان خلصنا الأخبار العالمية. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير، وبعدها نرجع ونستقبل ضيفنا أستاذ عبد الناصر سليمان الناقد الرياضي. ورجعنا لكم مرة تانية وبنستقبل ضيفنا أستاذ عبد الناصر سليمان الناقد الرياضي. منور الدنيا أستاذ عبد الناصر. أهلا بيك، الله يخليك. قبل ما نبدأ كلامنا عايزة أقول لي يعني مشاهدينا إن في معانا كام خبر عن الفريق الأول، عايزة أقولهم مع حضراتكم. إن قرر الجهاز الفني طبعا بقيادة البرتغالي مستر فيريرا تعديل موعد التدريبات بكرة الجمعة، وده طبعا بسبب ودية المنتخب الوطني أمام بلجيكا، ومن المقرر أن تقام التدريبات بكرة الجمعة الساعة 2 الظهر بدل من الساعة 5 بالليل، حتى يتسنى للجهاز الفني واللاعبين كمان إن هم يشوفوا مباراة المنتخب الوطني الودية دي أمام بلجيكا المقرر ليها إن شاء الله بكرة الساعة 5 في الكويت. معنا خبر تاني إن مستر فيريرا المدير الفني لفريقنا حرص على منح يوسف حسن مهاجم الأبيض تعليمات خاصة على هامش التدريبات اللي أقيمت النهاردة الخميس، وده على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة اللي جاية. وقام مستر فيريرا بالحديث مع اللاعب أثناء خوض البرنامج التدريبي الموضوع له، وقام بمنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة بجانب أمور أخرى في إطار الاستعداد أيضا للفترة المقبلة. وكمان طلب مستر فيريرا بالتركيز وتنفيذ المطلوب كي يكون جاهزا بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة. على برضو معنا خبر كويس جدا ان فتوح لاعب فريقنا ادى تدريبات تاهيليه خفيفه بالكره، وده على هامش المران اللي اقيم النهارده الخميس على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر نادي الزمالك، وده استعدادا للفتره المقبله. اللاعب خاض التدريبات تحت اشراف طبعا الجهاز الطبي للفريق ضمن البرنامج التاهيلي الموضوع للاعب، وده طبعا لتجهيزه للفتره المقبله وبالشكل الامثل علشان يشارك بعد كده في التدريبات الجماعيه. قد فتوح النهارده تدريبات الجري الخفيف بمحيط الملعب، ان شاء الله نتمنى فتوح يرجع بيه كامل قوته الفتره اللي جايه. تعالوا كمان نروح لنضاي وشهدت تدريبات الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك النهارده الخميس تواجد السنغالي ابراهيم نضاي الجناح الهجومي للابيض، ووصل اللاعب للقاهره خلال الساعات اللي فاتت قادما من بلاده بعد قضاء اجازه مع اسرته خلال فتره الراحه السلبيه اللي بنحها مستر فيريرا للاعبين. يؤدي نضاي تدريبات تاهيليه خاصه تحت اشراف طبعا عمرو المطراوي اخصائي التاهيل بالفريق، ووفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزه للمشاركه في التدريبات في ظل اصابته في العضله الخلفيه اللي تعرض ليها في الفتره الماضيه. شايفه ان كولاس عبد الناصر يعني
كلام ايجابي كله، يعني تاهيل يوسف حسن فتوح ابتدى يرجع ليه التدريبات، نضاي بيشارك النهارده كمان في التدريبات، كمان احنا عندنا مباراه قويه جدا امام المصري البورسعيدي، فوجود يوسف طبعا هيبقى مهم جدا ان شاء الله. فتوح ان شاء الله باذن الله يلحق. نفس الكلام ابراهيم نضاي رجع تاني للتدريبات بعد انتهاء الراحه هي السلبيه. نقدر نقول انها بشره خير ان لجماهير نادي الزمالك بعوده المصابين احمد فتوح طبعا من الاعمده الاساسيه في نادي الزمالك، طبعا عودته مكسب كبير جدا طبعا. نضاي برضو أثبت ذاته في الفترة اللي لعب فيها، فدول الاثنين أنا شايفهم مكسب فتوح ونضاي. بالنسبة ليوسف حسن إن هو بيمنحه تعليمات خاصة فيريرا، ده مؤشر إن ممكن فيريرا يبتدي يعتمد عليه الفترة اللي جاية، خاصة إن هو بيشوف اللعيبة فترة التوقف دي فرصة بالنسبة للجهاز الفني بأكمله إن هو يتابع اللعيبة عن قرب. وأنا زي ما بقول إن هي فترة التوقف جت بشكل ايجابي على نادي الزمالك، سواء عشان المصابين يرجعوا ينضموا للتدريبات الجماعيه ويشاركوا في المباريات اللي جايه، وفرصه ان هو يشوف بعض الوجوه اللي هي ما شاركتش في الفتره اللي فاتت تحديدا من الصفقات الجديده. برضو خلق فتره التوقف دي جو من التجانس اكيد بين اللاعبين الجدد، الصفقات الجديده اللي انضمت للنادي واللعيبه القدام، فبالتالي كلها أنا شايف إن فترة التوقف دي ليها أكتر من عامل إيجابي بالنسبة لنادي الزمالك. نتمنى إن هو يكون ده يصب في صالح الفريق، ونتمنى إن تكون بداية العودة الحقيقية لنادي الزمالك في مباراة الكأس أمام المصري. هي مباراة صعبة بالتأكيد طبعا. المصري فريق بعد كده ترجع تواجهه تاني في الدوري أو في الدوري فهو بالتأكيد فريق من الفرق اللي هي دعمت صفوفها بعناصر جديدة، صفقات جديدة. طبعا نادي الزمالك زي ما بنقول ان هو بياخذ كل بطوله لوحدها، يعني بطوله الكاس غير بطوله الدوري، فبالتالي هو بيعمل حسابه ان هو ينافس على بطوله الكاس ويحتفظ بالكاس للموسم الثاني برضه، فبالتالي انا شايفها فرصه كبيره لفتره التوقف دي انها كشفت العديد من الامور امام جوزفالدو فيريرا. شايف ازاي اصلا الزمالك بيستعد للفتره دي؟ شايفه بيستعد كويس جدا بجاهز، ولا وجهه نظر حضرتك ايه؟ طبعا هي انت لازم تكون اللعيبه كلها جاهزه للفتره اللي جايه. يعني هو طبعا ان هو كونه برضو فيريرا ان هو يعدي موعد التدريب بتاع بكره بسبب وديه المنتخب، ده ليه غرض، لان هو غرضه ان يشوف لعيبه الزمالك الدوليه طبعا اللي هي هتشارك في مباراه منتخب امام بلجيكا، فبالتالي يشوفهم عن قرب. عوده المصابين زي ما قلنا هو فاضل لاعب واحد وهو عنصر مهم نتمنى له الشفاء والعوده سريعا، هو محمود الونش. محمود الونش عنصر اساسي طبعا مفتقدينه بشكل كبير جدا، مفتقدينه كمان مع المنتخب الوطني، مفتقدينه مع المنتخب الوطني، فبالتالي احنا بنتمنى له ان هو يعود سريعا للملاعب، ونتمنى ايضا لدونجا ان هو يشارك في التدريبات الجماعيه وينتظم في ويشارك في المباريات اللي جايه. طب هي فعلا فرصه لازم نستغلها ان شاء الله. كل انا شايف ان هي فتره التوقف كانت عامل ايجابي بشكل كبير لفيريرا، سنحت له الفرصه بشكل كبير ان هو يتابع كل لاعب، يشوف كل صفقه جديده ابرمها نادي الزمالك، ان كان ضيق الوقت اللي الفتره اللي فاتت دي بسبب ضغط المباريات والتتالي، سواء بدايه من كاس السوبر المصري السعودي، مرورا بكاس السوبر المصري، مرورا بانطلاق الموسم الجديد للدوري، فبالتالي ودوري ابطال افريقيا فبالتالي هو ما اتحتش له الفرصه عشان يشوف اللعيبه عن قرب. اعتقد ان دي فتره التوقف الدولي، واحنا كمان نرتاح، احنا برضو تلاحم مباريات مش طبيعي، فرصه كمان ان لاعبتنا برضو اكيد ابتدى على فكره يظهر الاجهاد البدني ده، ابتدينا نشوف، ففرصه برضو ان هم يلتقطوا الانفاس. طبعا هي فرصه لالتقاط الانفاس، وخاصه ان كمان انت خد عندك ان تاجيل قرعه دوري ابطال افريقيا لاجل غير مسمى، ده معناه احنا مش عارفين دوري ابطال افريقيا مرحله المجموعات دي هتنطلق امتى، فبالتالي لازم، يعني انا من وجهه نظري لازم اتحاد الكوره يبتدي يعمل حسابه من دلوقتي فيما يتعلق برزنامه مباريات الدوري العام وكاس مصر. ليه؟ لان هيبقى اكيد الاتحاد الافريقي لكره القدم من الممكن ان يضع الاتحاد المصري في مازق وفي ورطه بسبب مباريات مرحله المجموعات، سواء لدوري ابطال افريقيا احنا عندنا اثنين ممثلين الزمالك والنادي الاهلي، وكاس الكونفدراليه فيوتشر وبيراميدز، فبالتالي اربع انديه بيمثلوا الكره المصريه في بطولتي افريقيا، لسه ما تحددش ميعاد مرحله المجموعات، فنتمنى ان هو الاتحاد الكره يكون جاهز لاي ازمه قد تواجهه في الفتره اللي جايه. مين يعوض الونش الفتره اللي جايه؟
لا انت عندنا صفقات كتيره يعني، احنا عندنا مثلا عندنا ممكن الزناري يقدر يعوض محمد عبد الغني، على الرغم ان هو في بعض الهجوم عليه، لكن اتمنى من الجمهور انها ما تهاجمش محمد عبد الغني. بلا انا يعني شايف ان محمد عبد الغني من ساعه ما اكتشفه مستر فيريرا في مركز وسط الملعب دقة متألق جدا، هو متألق جدا، لكن لما رجع مركز المدافع حصل بعض الأخطاء. فأتمنى وشنت جماهير بعض الجماهير على السوشيال ميديا، أنا دايما يعني ما بقيسش على اللاعب بالسوشيال ميديا وآراء الجمهور، لا أنت في ظرف معين تم وضعك فيه، فبالتالي من الممكن كرة القدم دايما فيها أخطاء. أنا بصراحة شفته تألق في مباراتي سيراميكا وسموحة بصراحة. هو طبعا احنا خلينا نكون متفقين إن هو محمد عبد الغني يوم بعد يوم بيكتسب خبرة، ويوم بعد يوم بيثبت إن هو نقدر نوظفه في أي مركز. ممكن أحيانا كان بيتوظف في مركز الظهير الأيمن وكان بيجيب فيه، كان بيتم توظيفه في مركز وسط الملعب وبيجيد فيه على الرغم انه مركزه الاساسي هو الدفاع، ولكن تم توظيفه في اكتر من مركز واثبت جدارته فيه. فبالتالي يعني لا نلقي باللوم على محمد عبد الغني نهائيا، بالعكس ده احنا المفروض نساند اي لاعب في نادي الزمالك، لان احنا مقبلين على بطولات كتيره الفتره اللي جايه، عندنا دوري عام الناس على المحافظ عليه للمره الثالثه على التوالي، عندنا كاس مصر لازم بننافس عليه، دوري ابطال افريقيا بنسعى للتتويج بهذا الموسم. سامسون اكينولا الفتره الجايه يقيد الهجوم؟ احنا طبعا هو سامسون يعني صفقه ما يعني احنا ما شفناهاش غير مباراه واحده. يعني احنا شايفينه انه لاعب نقدر يجي منه الفتره اللي جايه، لكن فتره الغياب وفتره ابتعاده عن الفريق اعتقد ان هو بسبب اصابه تعرض ليها فجاه. نتمنى ان هو برضو من الصفقات المهمه ان هو يرجع يثبت كفاءته، لكن انا من وجهه نظري ان هو سيف الدين الجزيري نمره واحد. سيف الدين الجزيري نمره واحد، وبعدين نمره واحد، خاصه ان هو انا متوقع ان سيف الدين الجزيري هيتالق في كاس العالم. نتمنى طبعا. طبعا ان هو يعني عندنا ممثل نادي الزمالك في كاس العالم وهو سيف الدين الجزيري، نتمنى له التوفيق طبعا مع منتخب مصر ان شاء الله في كاس العالم. عايز اروح بقى، بما اننا جبنا سيره كاس العالم، حال واحد متضايق انت عارف، كان نفسنا يعني كان نفسنا نبقى موجودين طبعا، ولكن قدر الله اي ما شاء فعل ان شاء حتى الله. حتى اللي ضيع حلمنا في تاهل لكاس العالم مصاب ومش هيلعب كاس العالم، ساديو ماني. يعني في النهايه اصلا دي لعنه الفراعنه، عارف احنا ايه هي دي اللعنه. واحنا ما ننكرش برضو ان احنا وقتها ايه قرينا عليه. طبعا صح، وادينا له عين جامده، بس كان نفسي تيجي لعندي يوم الماتش بقى يعني. يلا قدر الله ما شاء فعل. ما علينا، خلينا نرجع لمواجهه مصر وبلجيكا، وشايف المواجهه دي ازاي، وشايف ان هي مهمه او مش في وقتها، وشايف مين اللي يستفاد اكتر، مصر ولا بلجيكا من هذه المواجهه؟ هي مباراة مكسب للفرقتين، للمنتخب المصري ومنتخب بلجيكا. منتخبنا مكسبه ان هي فرصة لفيتوريا ان هو يتابع اللعيبة وان هو يشوف مستواهم الحقيقي. اتمنى ان فيتوريا ما يتمسكش بالطريقة المعتادة في اللعب اللي هي اثبتت فشلها من وجهة نظري ايام البرتغالي كارلوس كيروش، اللي هي 3-4-3، دي اثبتت فشلها مع المنتخب بشكل كبير جدا. اتمنى ان هو يرجع يلعب بطريقه 4-2-3-1، هي دي اللي بيلعب بيها منتخب مصر كره جماليه، بنشوفه في الناحيه الهجوميه بشكل متميز. فهي فرصه لفيتوريا ان هو يعيد تفكيره الفني في مباراه بلجيكا. طبعا على الرغم ان بلجيكا منتخب بيضم مجموعه من النجوم امثال لوكاكو وكيفن دي بروين وهازارد وغيرهم وغيرهم من اللعيبه الدوليه، كيفن دي بروين فعلا فهم لعيبه دوليه بشكل كبير. فهي فرصه للمنتخب ان هو برضو هتساهم المباراه ديت في انها ترفعه في تصنيف الفيفا عن هذا الشهر، يعني يتقدم مراكز للامام في حال تحقيق نتيجه ايجابيه. هي فرصه ايجابيه لبلجيكا برضو لان معاه المنتخب المغربي في المجموعه، ففرصه ان هو شايف ان المنتخب المصري اقرب بشكل كبير من مستوى المنتخب المغربي في مجموعته بكاس العالم، فنتمنى التوفيق للعرب ممثلي الكره العربيه في كاس العالم، منتخب تونس، منتخب المغرب، منتخب السعوديه، منتخب قطر. مستر روي فيتوريا، نبدا من امتى نحكم عليه؟ يعني انا احكم عليه من هذه المباراه ولا
استنى، رغم ان انت هتواجه منتخب طبعا كبير جدا، منتخب بلجيكا، وبلجيكا كمان من المنتخبات المصنفه الثانيه عالميا، ابدا احكم بقى يعني انا بحس بصراحه ان المباراه اللي فاتت ما اقدرش احكم فيها، كل الوديات اللي ولا فاتت ولا الوديات، ما فيش اي وديه اقدر انا احكم عليه، انا احكم عليه في المباريات الرسميه. وازاي استفاد طيب من الوديه دي؟ ما انا زي ما بقول لك المباريات الوديه دي فرصه لفيتوريا ان هو يعني يطبق اكتر من طريقه لعب في الملعب، وهو ينتقي الطريقه اللي هو شايفها مثاليه وتناسب لعب المنتخب المصري الفتره اللي جايه. انا شايف يستبعد تماما الفكر البرتغالي اللي بيعتمد على طريقه 3 4 3 دي، يستبعدها تماما، يبتدي يفكر في طريقه تناسب لعب المنتخب المصري. وان كنت شايف ان هو لما يلعب باربعه اثنين مركزي دفاع وجناحين وظاهرين، اسف، ظهير ايمن وظهير ايسر، واثنين خط نص، ويلعب بجناح ايمن وجناح ايسر ومهاجم صريح وتحته صانع لعب، هتفرق بشكل كبير جدا مع المنتخب. دي حقيقة. عايزة أقول معاك دلوقتي وقائع حفل جلوب سوكر، وعايزة أقول لك أخبار يعني بعتبرها صراحة كويسة جدا. نجمنا وفخر العرب كابتن محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب بتصويت المشجعين. طبعا عايزين نبارك له. طبعا طبعا هو يستحق، يستحق محمد صلاح يستحق هذا الإنجاز، رافع العلم المصري في المحافل الدولية وكل مناسبة بيرفع علم مصر، فنبارك له على هذا الإنجاز التاريخي ونتمنى له التوفيق ونحصد المزيد من الجوائز والألقاب، وإحنا منتظرينه. وأنا أثق تماما أن محمد صلاح سيتوج في يوم من الأيام بجائزة أفضل لاعب في العالم اللي بيمنحها الاتحاد الدولي، وسواء الكرة الذهبية أيضا فرانس بول. يا رب إن شاء الله. عايز أقول لك كمان أن كريم بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب في 2022، وبرضه كريم بنزيما بأمانة كان لا يعني كريم بنزيما ده حكايته حكاية، كريم بنزيما مش طبيعية مع ريال مدريد فرق بشكل كبير جدا، يعني قاد ريال مدريد للتتويج بأكثر من بطولة، سواء دوري أسباني، سواء دوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج، يعني لا مهاجم من طراز فريد، يعني الناس كانت في فترة من الفترات بتهاجم كريم بنزيما لأن هو بعيد عن التهديف، لكن نجح ان هو بيترك، هي دي اللعب، دي فكر اللاعب المحترف، انك انت تسيب الانتقادات على جنب ترميها ورا ظهرك، اركز انا جوه الملعب، وده اللي عمله كريم بنزيما لغايه ما وصل. واعتقد ان هو كمان يعني من الممكن انه يتوج مع منتخب بلاده، انا مرشح منتخب فرنسا انها تحافظ على لقب كاس العالم، مع ان دايما لعنه البطل بتطارد اكتر من طردت اكتر من منتخب في الفترات اللي فاتت، كان ابرزها المانيا وايطاليا واسبانيا في 2000 في مونديال جنوب افريقيا. فبالتالي انا شايف ان منتخب فرنسا بالتوليفه والعناصر اللي موجوده فيها بامكانه هيوصل بعيد جدا جدا جدا، رغم ان في وسائل الاعلام الفرنسيه بتقول ايه، وسائل الاعلام الفرنسيه بتقول لو منتخب فرنسا ما وصلش للمربع الذهبي هيتم اقاله ديشامب ويتم تعيين زين الدين زيدان مديرا فنيا. ما بيسموش على طول على طول سواء الاوانه او الكلام ده، بس هم يعني تصريحات عنيفه قوي طبعا، هم توتر لان هم حاطين، ما هو ده التخطيط، انه انا بخطط انا لازم اوصل، انا بطل عالم بالظبط، فلازم طموحات ما اخرجش من دور مجموعات ولا دور ثمانية ولا لا، اوصل للمربع الذهبي وبعد كده انافس اما نافسش كره مكسب وخساره. عايز اقول لك برضو ابراهيموفيتش وروني يحصدان جائزه الفوز بافضل مسيره لاعب. طبعا يعني خلينا نكون متفقين ان روني ايام منتخب انجلترا ومانشستر يونايتد لا تاريخ حافل بالانجازات، كان مهاجم برضو من طراز فريد، لكن خلينا نكون انا دايما ابراهيموفيتش الملقب بالسلطان لا ده حكايته حكايه، يعني كان بيجيب اهداف بشكل عجيب جدا بشكل غريب جدا لدرجه انها بتتناولها وسائل الاعلام وبيصبح حديث وسائل الاعلام. اعتقد ان هو ابراهيموفيتش اكتفى بالفتره اللي قضاها داخل الملعب، يستحق هذه الجائزة أفضل مسيرة. عايز أقول لك كمان أن راموس يفوز بجائزة أفضل مدافع في التاريخ. راموس لا ما أنت صعب تتكلم على راموس، يعني راموس من أيام ريال مدريد منتخب أسبانيا والآن باريس سان جيرمان،
رغم ان هو مش موجود اصلا في قائمة اسبانيا ورغم ذلك لم يتاثر ووجه رساله. تعالى دلوقتي نشوف مع بعض. بص محمد صلاح هو بيستلم جائزه افضل لاعب بتصويت المشجعين، الحقيقه ان هي جائزه يستحقها، فخر فعلا للعرب وكره القدم، مثال يحتذى به بامانه. فعلا لازم كل لاعب يفكر، لاعب صاعد يفكر ان هو ازاي يوصل للي صلاح وصل له. صلاح كسر القواعد، كافح من الصفر من ايام ما كان بيسافر من بلده لغايه نادي المقاولين، نادي المقاولين طبعا الخاص، ثم احترافه في نادي بازل. ما كانش طموحه نادي بازل فقط، لا كان طموحه ان هو يحترف في اقوى الانديه الاوروبيه، وتحقق بالفعل لما راح بعديها تشيلسي. ما تمش الاستعانه بيه ايام جوزيه مورينيو، ما لم يفقد الامل ولم ييأس على الاطلاق، دي حقيقه. تألق في الدوري الايطالي، اصبح مطمع نادي ليفربول، ودين شايفينه واحد من عناصر الاساسيه في ليفربول، واحد من ممثلي كرة القدم المصرية وكرة القدم العربية وكرة القدم الإفريقية. دي حقيقة صلاح بأمانة بجد يستحق كل جايزة. بحس إن كل جايزة صلاح بياخدها يعني كأننا إحنا بالظبط اللي يعني أخدنا هذه طبعًا الجايزة. طبعًا طبعًا. يعني لما بحسها بتتحط في دولاب مصر. يعني أنا عايز أسأل سؤال، من إمتى كانت يعني الجماهير كانت بتتابع الدوري الإنجليزي؟ أه. لكن أنتِ تشوفي لما مباراة لليفربول، مين كان بيتابع ليفربول؟ ما كانش حد بيتابع ليفربول. لكن لما انتقل لمحمد صلاح انت تشوفي القهاوي، المقاهي والبيوت، كل لحظه مباراه لمحمد صلاح سواء في الدوري الانجليزي او دوري ابطال اوروبا كله بيلتف حوالين الشاشات عشان يشوف محمد صلاح، وبيتمنى ان هو يحرز هدف او يعمل اسيست. دي حقيقه. عارف حتى لما بيبقى مستوى صلاح شويه بيبقى مذبذب او حاجه، تلاقي الناس مستنيه، عارف بتلاقيهم بجد بلاقيهم بيقول لك ها صلاح سجل، لو ناس مش بتشوف المباراه صلاح سجل ولا لسه؟ لو حتى لو اي حد تاني جاب الهدف ناس بتسال لا فين صلاح؟ صلاح يعني مثلا لو ليفربول كسب 5 هل صلاح جاب هدف؟ بالظبط صلاح احرز هدف ولا طبعًا. فانا بقول لك بحس ان هي لا يعني كل جايزه بياخدها كان محفور عليها اسم مصر. وبص كمان برج خليفه طبعًا. طبعا يعني احنا بنشكر بيزين بصوره محمد يعني صلاح بصراحه، يعني فخر. تخيل فعلا عندك لاعب كل العالم، لاعب مصري او لاعب عربي كل العالم بيتكلم عليه، كل العالم بيتكلم على مهاراته، على مستواه، على ان هو بيقود فريقه طبعا للبطولات. لا صلاح يعني كلمه حتى ان هو يبقى نموذج يعتزى بيه دي بحسها وعبت والله. انا عايز اسال سؤال، هو مين اللي خلى الناس تتكلم على صلاح؟ هو صلاح نفسه. صلاح نفسه، اجتهاده وشغله على نفسه وتألقه ولعبه البدني، وان هو صلاح صدق نفسه، بنيانه الجسمي الجسماني لما كان في بازل او من ايام المقاولين. صور كمان اهي من الحفله. طبعا يعني البنيان الجسماني لما كان في المقاولين مرورا ببازل لغايه ما وصل لليفربول، لا اختلف. ما عشان كده بقول لك هو حد صدق نفسه وصدق قدراته وصدق حلمه ومشي وراه، ومش ورا حلمه بالظبط عشان يوصل لهذه اللحظات اللي يستحقها طبعا عن جداره. فهو بالتالي ده هو صلاح بتألقه في الملعب واعتماده على نفسه وحلمه وطموحاته خلى العالم كله يتكلم على محمد صلاح. محمد صلاح لما بيسافر اي دوله افريقيه جمهور الجمهور الافريقي بتلاحظيه ان هو شاب بسيط جدا، اطفال بتنده محمد صلاح، تهتف لمحمد صلاح، ده يعني يدعونا للفخر كل جدا. كل الاطفال فعلا في افريقيا بتعشق حاجه. انا بكلمك على افريقيا، خلينا على دول العالم الثالث اللي هي افريقيا. بعض الدول الافريقيه لما بيروح مع منتخب مصر في مباراه في التصفيات، امم افريقيا، تصفيات كاس عالم، ايا كان، الجمهور الاطفال الصغيره بتهتف باسم صلاح. الجماهير دي بتحمل تيشيرت محمد صلاح. فلا اول ما منذ وصوله طبعا الكويت التذاكر ارتفعت مجرد بس ما اسم صلاح اتقال ان هو وصل خلاص دوله الكويت. لا ده انا بالمناسبه انا التقيت باحد اصدقائي يعني من الكويت يعني، فلقيته بيتكلم على بيقول انا مبسوط جدا ان محمد صلاح عندنا في الكويت. يعني انت شوفي للدرجه دي، قال لك انا نفسي احضر المباراه دي عشان اشوف محمد صلاح. طبعا
انا نفسي والله اروح احضر مباراه عشان اشوف هو محمد صلاح. فخر 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 بكل شيء. دي حقيقه. استاذ عبد الناصر، انا عارفه ان احنا النهارده ما طولناش والوقت جري مننا وكان في جوائز وبصراحه، بس يعني انا مبسوطه ان حضرتك كنت معايا واحنا يعني نجمنا محمد صلاح بيتوج وحضرتك طبعا موجود معايا، نورتني. عايز اخد مع حضرتك دلوقتي اجابات الناس على سؤال حلقتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سؤال النهارده ما توقعاتك لنتيجه مباراه مصر وبلجيكا؟ خالد، مساء الورد عليك يا ماما، بشكرك جدا. ان شاء الله المنتخب يؤدي اداء جيد امام بلجيكا وهتكون مباراه صعبه، وان شاء الله منتخبنا يقدم مستوى رائع يليق باسم مصر. اتوقع الماتش يخلص بالتعادل السلبي، وكل الدعم والتوفيق لمنتخبنا العظيم زملكاوي. ايمان، صباح الخير يا ما، شكلك كتبتيها من الصبح دي. ايمان، صباح الخير يا ايمان. ان شاء الله نلعب مباراه قويه تليق باسم منتخب مصر، واتوقع الفوز لمنتخبنا 2-1. كل الدعم لمنتخبنا الوطني. خلود، مؤمن، مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا. ان شاء الله المنتخب يلعب مباراه قويه تليق باسم المنتخب، وان شاء الله اتوقع تكون مباراه قويه جدا مع المصنف الثاني على العالم، فهتكون مباراه صعبه للمنتخب واتوقع نتيجه تعادل 1-1. انا نونا، مساء الورد عليك يا ماما، بشكرك جدا يا انا نونا. ان شاء الله المنتخب يؤدي اداء جيد امام بلجيكا، هتكون مباراة صعبة، وإن شاء الله منتخبنا يقدم مستوى رائع يليق باسم مصر، وأتوقع الماتش هيخلص بالتعادل السلبي. كل الدعم والتوفيق لمنتخبنا العظيم. بشكركم دايما على التواصل معانا. استاذ عبد الناصر سليمان، كنت منورني بجد النهارده. ربنا يخليك، الف شكر، وان شاء الله تتكرر تاني ويبقى معانا مده اطول ان شاء الله. مشاهدينا، كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اشوفكم يا رب بكره على خير في حلقه جديده من برنامج اخبارنا.